السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو اليوم على البطيخ الأحمر، فهو مفيد للمرأة الحامل وذلك مصدر جيد للفيتامينات، وهو مفيد لتطهير الكلى لأنه يحتوي على كثير من البوتاسيوم ويساعد كذلك على تحسين القلب، ويحتوي على كمية هائلة من المياه. سبحان الله، إنه غذاء مفيد للصحة واقتصادي في الثمن. لقد ذكرت القليل وأترك هذا المجال لأصحاب التخصص. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، مع السلامة.